السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن فوائد الزنجبيل أو الجنزبيل. زي ما انتم شايفين، ما في زنجبيل فريش وفي منه بودر، الاتنين واحد، ولكن الفريش طبعا بنستخدمه في حاجات والبودر بنستخدمه في حاجات تانية. ولكن عزيزي المشاهد، لو اول مره بتزوروا القناه فضلا وليس امرا، قم بالضغط والاشتراك وتفعيل علامه الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبك. الزنجبيل عشبه فوائدها كتير جدا، سواء كانت للبشره للشعر للجسم ككل، بيعتبر من الاعشاب العطريه اللي ليها لذعه كده، لان هي الفريش بتاعه حار جدا، جميله، لها مذاق مختلف، مهمه جدا، ممكن نستخدمها كمشروب، ممكن ندخلها في الوصفات الخاصه بالبشرة أو بالجلد، ولكن هي فوائدها كتيرة جدا. هتكلم طبعا عن كل فايدة لكل عنصر فيها، سواء للبشرة أو للشعر. وأنا بنصحكم طبعا إن انتوا ما يخلاش البيت عندكم، سواء كان من الزنجبيل البودر أو الفريش. الزنجبيل له قدرة عالية جدا على محاربة تجاعيد وشيخوخة المبكرة، الناس اللي بقى عندها لسه صغيرة وعندها تجاعيد وشيخوخة مبكرة، الزنجبيل بيعالج الأمر ده، لأنه طبعا بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، بتقي البشرة وبتحررها من الجذور الحارة. انتشاره تحت الجلد بيخلصك من السموم، بيعمل طبعا على تنشيط الدورة الدموية. النبات الزنجبيل في مركبات مضادة للأكسدة مهمة جدا للبشرة. ناس كتير جدا بتنطقه جنزبيل، او احنا بالعرف العادي كده احنا بنقول جنزبيل، لكن هو النطق الصحيح او الكلمة الصحيحة اللي هو زنجبيل. من المميزات المهمة جدا اللي هي بيحتوي عليها الزنجبيل، ان بيخلصك من حب الشباب وبالبصور، لان هو مطهر فعال وقوي، وبيقضي على الميكروبات وعلى البكتيريا، بيكون مضاد للالتهابات اللي بتمنع تكون الحبوب، وبالتالي بينظف البشرة بعمق وبيحارب اي تكون دهون تحت الجلد. بيساهم كمان في تخفيف من الالام المصاحبة للندوب والحروق اللي بتكون طبعا ناتجة من اثار الشمس. بيشفيك من الالتهابات وبيخلي بشرتك ترجع لما كانت عليها من قبل، نقية خالية من الندوب، خالية من سواء الندوب اللي هي تحس ان في حفر او بهتان البشرة او التصبغات، بيخلصك منها تماما. لو احنا اتكلمنا مع الفايدة اللي ممكن ناخدها من الزنجبيل للشعر، بيعزز نمو الشعر، لانه طبعا بيحفز الدوره الدمويه وبيعمل لها تنشيط غير مسبق في نمو الشعر بطريقه صحيه. بيقوي البصيلات من الجذور لحد الاطراف، بيمنع من التساقط، لانه طبعا في احماض دهنيه بتعمل على معالجه كل مشاكل الشعر. كمان بيحافظ على الشعر من الجفاف ومن التلف، لان فيه طبعا مركبات داخله، يعني مركبات زي الزنك الفوسفور، لها قدرة عالية جدا في منح الشعر اللمعان. كمان مضاد للالتهابات، الناس دايما يبقى عندها قشرة شعر، عندها التهاب في الفروة، الزنجبيل رائع جدا، خاصة لو انت اقتنعت منه زيت الزنجبيل مع زيت الزيتون والسمسم مع القليل جدا من عصير ليمون، بيعالج الالتهابات دي. كمان بيمنع التقصف وبيزيد من طول الشعر. لو احنا اتكلمنا عن الزنجبيل في الجسم، او ايه الفايدة اللي هتعود عليه من الجسم ككل، فهو بيحافظ على، بيقي الجسم من البرد والانفلونزا، بيخلصك من الصداع خاصة الصداع النصفي، بيخلصك من الدهون الزايدة في الجسم. كل انسان مننا طبعا بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الدهون، بيخلصك منها. في نسبة عالية كمان هو من الألياف، فبالتالي هيديكي شعور بالشبع، مش هتاكلي كتير، الناس اللي هي عايزة تعمل رجيم. كمان بيحافظ على المعدة والقولون، لأنه بيساهم في التخلص من الغازات وتخفيف الألم والقولون لو انت حضرتيه كمشروب. الزنجبيل مفيد جدا لينا للجسم داخليا وخارجيا وللشعر، أنا بنصحكم طبعا ان انتوا تقتنوه. ناس كمان اللي هي بتأخر عندها الحمل أو عندها برودة في الرحم، تقدر ان هي تاخد الزنجبيل اخر يوم في الحيض الشهري، وتاخده على الريق، وبعد كده تعمل مجهود البيت كله بحيث ان هي تنظف بطانة الرحم، وبالتالي يحدث حمل لو ما فيش عائق اخر للحمل ان شاء الله. مفيد جدا،
رائع جدا، في وصفات كتير جدا هتتطبق معاكم عملي هنعملها مع بعض. يا رب اكون قدرت افككم ولو بجزء بسيط. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.